حدثنا عن فكرة البحث، من أين أتت؟ كيف تم التواصل بينك وبين الشركة الأمريكية أيضا؟ نعم، اسمح لي بس في البداية تفضل. توضيح بسيط. طبعا هو جائزة لتطوير علاج وليس لقاح. الفرق بين اللقاح والعلاج، طبعا اللقاح يعطى للناس الأصحاء لحمايتهم من العدوى، بينما العلاج يعطى للناس اللي جتهم العدوى لمساعدتهم على الشفاء من المرض بوسيلة أسرع عن طريق منع تكاثر الفيروس، بالتالي شفاء بشكل تام. طبعا بعد ظهور فيروس كورونا الجديد أو المستجد، أعلنت الشركة الأمريكية لاستقبال مقترحات بحثية لتطوير علاج أو لقاح على مستوى العالم. كنا في أثناء فترة دراسة الدكتوراه كان عندنا نفس الفكرة لتطوير علاج لفيروس ميرس كورونا اللي انتشر في السعودية بعام 2012، ولكن للأسف لقلة الدعم هذاك الوقت ما اكتمل البحث. بعد ظهور فيروس كورونا قدمت على الشركة في وقت سريع جدا صراحة، كانت ظهور الفيروس خارج الصين كان في تقريبا منتصف يناير. الشركة أعلنت بعد ذلك بخمس أيام استقبال المقترحات. قدمت مقترحي وهو يستهدف أحد بروتينات الفيروس التي يستخدمها الفيروس للالتصاق بالخلايا والدخول إليها ثم التكاثر. قبل تقريبا شهر أعلنت الشركة عن الفائزين، طبعا 15 عالم على مستوى العالم، والحمد لله كان مقترحنا أحد الفائزين بهذه الجائزة. لما نقول بروتينات الفيروس دكتور، لأنه هذا مصطلح أنا قاعد أسمعه أو يتردد كثير، أحد يمكن الحسنات اليوم في فيروس كورونا أنه زاد وعي الناس بالعلوم الطبية بشكل كبير، فوش نقصد ببروتين الفيروس؟ نعم، طبعا الفيروسات بشكل عام تركيبها بسيط جدا جدا عكس البكتيريا والميكروبات الأخرى. فيروس كورونا بالتحديد يتكون من شريط جيني يسمى RNA، طبعا شريط جيني مفرد single stranded RNA. عند الدخول للخلايا يتم تكاثر هذا الشريط، بالتالي يفرز هذا الشريط ينتج عنه تكون بروتينات. البروتينات التي ينتجها الفيروس لا تزيد عن أكثر من تقريبا 4 أساسية أو 16 غير أساسية. هذه البروتينات لها وظائف خاصة في الخلية، مثلا هذا البروتين الذي نحن نستهدفه وظيفته فقط الالتصاق بالخلية، من ثم الاندماج مع الخلية الإنسانية أو الحيوانية ودخول الشريط الجيني للخلية، ومن خلالها يتم التكاثر. بالنسبة للبروتينات الأخرى أيضا لها وظائف، مثلا أحد البروتينات المهمة لفيروس كورونا المستجد دورها تثبيط المناعة التي تنتجها الخلايا الذاتية مثلا، بالتالي يستطيع الفيروس التكاثر بصورة أسرع. أيضا هناك بروتينات أخرى لها وظائف أخرى، منها تكاثر الفيروس نفسه، في بروتينات لها وظائف بتشكيل الشكل الخارجي للفيروس. فهذه البروتينات أساسية جدا في تكاثر الفيروس، بالتالي انتشار المرض في جسم الإنسان وخروج الأعراض ومن ثم في حالات متطورة المرض. استهداف هذه البروتينات أحد الوسائل الناجعة صراحة، وسبق أن إثبات هذا في فيروسات أخرى، أحد الوسائل الناجعة بتثبيت الفيروس، تثبيت تكاثره، بالتالي إنتاج دواء فعال.